يوسف تبارك الله عليك. سيدي ابراهيم تبارك الله عليك. ما عندي ما نسالك ما نسالك انا كنحييك على هذه المبادره كاسم في الحومه ديالنا. في بدايه كنشكر موقع الطنجاوي على التغطيه ديالو من هذه التظاهره هذه، وحقيقه دائما موقع الطنجاوي حاضر معنا في جميع التظاهرات. في البدايه اللي غادي نقولوا ان اليوم عندنا سباق داخل الحي في النسخه ديالو الثالثه، واللي كان الشعار ديالو هو ابطال الحي. هذا السباق هذا اللي كان في النسخه الثالثه كما قلت، واللي هي هذا العام ضافت واحد التطور اكثر من النسخ السابقه، لا في العدد ديال المشاركين لهذا العام فات 1000 مشارك ومشاركه من الوليدات الصغار اللي هما اقل من 13 سنه. كما لاحظتوا كما عشتوا معنا كانت واحد الاجواء اللي هي جميله وحماسيه ما بين الاطفال ما بين الامهات ما بين الاباء، الحي كامل اليوم كان حاضر في هذه الصبيحه الجميله والجميله جدا. انا هذه المناسبه مناسبه بصفتي كمسؤول على هذا السباق هذا انني كنحيي اعضاء ديال الجمعيه على المجهودات ديالهم، كنحيي الاخوه اللي حضروا معنا في هذا السباق هذا واللي هما دعموا هذه المبادره هذه، كذلك الحدث اللي كان هو داخل هذا السباق هذا واللي هو كنفتخروا به هو تكريم السي محمد السدحي واللي هو فاعل مدني واعلامي ورياضي، كان التكريم ديالو اللي هو ابن منطقه. نفتخر باننا كنا حاضرين في هذا العرس هذا رفقه مجموعه من القامات الاعلاميه والرياضيه. زكريا الحداد شحال من العمر ديالك؟ انا دابا 7 سنين. الاولاني ولا الثاني؟ دابا انا الاول. الاولاني تبارك الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ انا. شحال من العمر ديالك؟ عمري 7 سنين. وشكون اللي شجعك باش تكون في هاد السباق؟ اجي نقول لك دابا شحال قلتي الاولى الثانيه الثالثه؟ الاولى. الاولى تبارك الله عليك. واش اول مره ولا سبق لك شاركتي؟ اول مره. طلعتي واعره مع راسك. وش ناس تقول مامك اللي جابتك اليوم؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ على قدي. شحال في العمر ديالك؟ 9 سنين. قلتي الاولاني الثاني الثالث. الاولاني. تبارك الله عليك. مع من جيتي اليوم؟ مع من جيت؟ شكون اللي جا معك؟ دراري. نعم؟ دراري. جا معك الدراري العائله ديالك ما جاوش معاك؟ لا جاوا هما. شكون اللي جا معك اليوم؟ ماما وبا. وشكون اللي شجعك باش تكون في هذا السباق هذا؟ كلشي. كلشي معاه. انت سبق لك شاركتي ولا اول مره؟ لا شاركت. عييتي متشارك. تبارك الله عليك. قول لي كتجري مزيان. شنو غتقول لماماكم خوتك اللي جاوا معاك اليوم؟ كنشكرهم باش تعاونوني. تبارك الله عليك. شنو الاسم ديالك؟ اسمي خديجه الشدادي. شحال من العمر ديالك؟ فامي 9 سنين. كيفاش جاك هذا السباق هذا؟ صعيب سهل؟ سهل. انت سبق لك شاركتي؟ فين سبق لك شاركتي؟ في هذا السباق هذا نيت. يعني نفس الحومه ما شفتيش شي سباق اخر؟ كيفاش شكون اللي شجعك على هذا السباق؟ خاي وماما وبا. واول مره اللي تدخل دابا الاولى الثانيه شنو تدخل زنجي؟ الاولى. الاولانيه. والعام اللي فات شاركتي؟ طلعت من الدروج. شتيتي العام اللي فات؟ لا صحاب لي عام طلعوا من الدروج. وهذا العام هذا تبعتي مزيان. تبارك الله. شنو تقول ماماك وباك ومخاك؟ كنشكر ماما وبا والعائله ديالي كامله وحتى المؤطرين ديال هاد جمعيه حي الحد. تبارك الله. الياس طالن. شحال من العمر ديالك؟ 10 سنين. شكون شجعك باش تسجلتي في هاد السباقات؟ وود الحومه ديالنا وما يقالوا عليه. وكيفاش جاك السباق؟ ساهل صعيب؟ ساهل. ساهل مره. ودخلتي دابا سينا الاولي الثاني الثالث؟ الاول. الاولان. شنو الاسم ديالك؟ فاطمه الزهراء الكارو. مع من جيتي اليوم؟ جيت مع واحد الاستاذه ديالي اسمها ساميه. تبارك الله عليك. اجي نقول لك شكون شجعك باش تكون في هذا السباق؟ صراحه انا ماما هي اللي شجعتني وقالت لي مشي اعمل السباق. نسينا من دائما كتجري ولا اول مره؟ لا من دائما. من دائما. دائما. شنو كتسمنى ان شاء الله ميعاد كبير؟ شنو كتسمنى تكون؟ مهندسه ان شاء الله. مهندسه تبارك الله عليك. شكون اللي جا معك اليوم؟ باك ماماك؟ جات معايا الاستاذه ديالي. صافي بوحديثه. الله يخلي لك الاستاذه ديالي. عمران تبارك الله عليك. شكرا. عمران شحال من العمر ديالك؟ انا عندي 11. انا جيت من اسبانيا. عمري جريت اول مره والثاني كنلعب كره والكوكو ديالي. كتلعب كره في اسبانيا. مي عاد كبر ان شاء الله شنو كتمنى عاد تكون؟ مالي شغل. مالي شغل. شنو عاطيني عيش وصافي. يا عيش وصافي. صافي.
السلام عليكم. شنو الاسم ديالك؟ عمران. قلتي الاولي الثاني؟ الاول. تبارك الله عليك. عمران واش من دائما كتسجل ولا اول مره شاركت؟ لا هذه ثاني مره. ثاني مره. انت شاركتي نفس السباق؟ نفس السباق. كيفاش كيجيك هنايا؟ كيفاش كيجيك السباق هنا بالحوض؟ مزيان لا الحمد لله. شنو هذا المداخ؟ هذاك المداخ. شنو شجعك باش تكون فاز السباق؟ الوالده. الوالده. شنو عقل الوالده ديالك؟ يعطيها الصحة. دابا طير هاد كوبا ليلى وصافي. ايوا شكرا. تبارك الله عليك. عليكم السلام. كيف سينا مزيانه؟ مزيانه. دخلتي الاولاد الثانيات الثالثه؟ ثانيه. كيفاش جاك السباق بالحومه؟ مزيان. السلام عليكم. السلام. مبروك الغلب غلبتي كتبي. ضروري. دخلتي السنه الاولانيه ياك؟ ما كنتش متوقعه. كيفاش جاك هنايا السباق بالحومه؟ مزيون الصراحه عجبني انا. سينا والسباق اللي شاركت ولا اول مره؟ لا اول مره، ولكن اختي وخاي هو خاي محمد رضا الضاعف مره خرج هو الاولاني واختي جات هي الثانيه. وهذا العام هذا عام سينا انت الاولانيه؟ انا الاولانيه. صاحبتك شنو اللي جات؟ انا جيت انا الثالثه. كيفاش جات السباق هنا بالحومه؟ الاول جاني شويه ساهل، ولكن فاش كنت غنجي انا الثانيه وحسيت بالعيا وشجعوني غير الناس اللي قراب ليا. وغتبقى دابا دائما تكملوا في هاد الرياضه هادي ولا عيد دابا وصافي؟ ضروري غادي نكملوا في هاد الرياضه. شكون اللي شجعكم باش تكونوا هنايا في هاد السباق؟ انا شجعتني ماما بزاف وكنقول لها شكرا. تبارك الله عليك. وانا شجعني با وخالتي. تبارك الله عليك. الله يخليك. بدايه اود ان اشكر كثيرا الزملاء في منبر طنجاوي، هذا المنبر الذي نحترمه ولنا فيه اصدقاء أعزاء زملاء صحفيين. بالنسبة للتكريم صراحة هو عنده طعم خاص. أنا سعيد جدا بهذه الالتفاتة من منطقة عزيزة علي. أنا من بني مكدة القديمة على بعد أمتار من هذا الحي، وترعرعت في هذه الأوساط وفي هذه الأوساط الشعبية. السلام عليكم. مرحبا بكم معنا. كنرحبوا بموقع طنجاوي معنا في هذا السباق اليوم يوم الاحد. الاسم ديالي احمد الشاعر، جمعيه حي الحداد للتنميه والتواصل. هذه النسخه الثالثه ديال هذا التظاهرة الرياضيه. كانت النسخه الاولى في 2020 2022، النسخه الثانيه وهذه 2023 النسخه الثالثه. وان شاء الله كنتمنوا الاستمراريه، يكون هذا النشاط هذا النشاط كيكون داخل الحي، يكون نشاط ترفيهي ورياضي وعائلي وجمع جميع الحيتيات ديال المجتمع كتكون هنايا، بالنساء بالاطفال بالرجال بالذكور والاناث، كلشي نشطان كلشي فرحان معنا هنايا في هذا النشاط هذا. والحمد لله جالس الامور كلشي بخير وعلى خير، رغم المشاركه اللي كانت مشاركه اكثر من الاعوام السابقه. وكنشكركم مره اخرى اخي ابراهيم، والله يوفق الجميع ان شاء الله. حنا كنعيشوا دابا لحظات جميله ديال النسخه الثالثه ديال ابطال الحي. هي انك فكره ابطال الحي كاين اللي غيتسول شنو هو الغرض ان هاد الناس مشاو عملوا، بمعنى احنا قربنا الناس الجمعيه التنميه الحدث استطاعت تقرب الرياضه من الابناء ديال الشعب. واذا لاحظتوا وكيف قلنا البارح في البرنامج ديال اذاعه طنجة ان المشاركه ديال العنصر الاناث اكثر من الذكور، لان قرا واحد شويه اطمئنان وشفنا الاباء وشفنا الامهات. اعتقد اذا كانت مشينا بهاد الصيغه هذه وكل المقاطعه تمشي تنظم وتدخل من الحي، غادي نثيروا جماليات ديال الاحياء ديالنا ونقدموا واحد النساء. واعتقد هو معنا جوج ديال الابطال، السي محمد السطحي المحتفل به ككاتب قصوى، هو بطل كذلك في العاب القوى ولاعب سابق وعداء سابق بالمنتخب الوطني. معنا السي مصطفى بن سليمان، هذا من الاطر الكبيره اللي هو مدير ديال السباقه الدبلوماسيه، ولكن هو اطار وسباق سابق وهو حاليا اطار مدرب في الديار الاسبانيه. الناس اللي يستافدوا وكيشوف هنا واحد مجموعه المواهب، وحنا واقفين في الكواليس كيقول شوف ديك بنيته شوف هاد الولد، بمعنى كاين مواهب. هنا كيبقى التساؤل ديال العصبه ديال العاب القوى والناس المسؤولين على رياضه العاب القوى، علاش ما يجيوش ويشوفوا هادشي هذا ويشاركوا حتى هما؟ لان
هاد الاطفال هاد ولادنا هذا المستقبل. يمكن هاد الولد اليوم غادي نعملوا له، حنا كيف غنقولوا نعملوا له التلقيح ولا غنعملوا له باش يتجنب الموبقات ما يمشيش ليله. وحاجه ثانيه غنعملوا له ابره يا خا هو انه غادي يكتشف رياضه العاب القوى، واذا مشينا ورجعنا نصطو في ولادنا ديالنا والسوق ديالنا مثل هاد الاشياء كتبقى راسخه في الذاكره. وحنا كمسؤولين كذلك من الناحيه الاعلاميه، لانتم الشباب اللي غادي تاخذوا المشعل وباقي كتاخذوا المشعل ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. اعتقد لا انت ولا السي سفيان، واحد المجموعه صدام مرابط، واحد المجموعه ديال الاخوان اللي هما عثمان مصباح، الجيل اللي ما جي في الاعلام خصو يركز ويخرج شويه، ما بقاوش يتابعين غير الكره، لان كاين رياضات اخرى، كاين الجمعيات، وهذه الرياضه اللي كتدخل في الجانب الافضل اللي كيسمى التنشئه الرياضيه. وما احوجنا لهذا من الجمعيات. ومره اخرى كنشد بحراره على جمعيه تنميه حي الحداد اللي فكرت ونجحت النسخه الاولى، يمكن شاركوا فيها 300، النسخه الثانيه شاركوا فيها 600، اليوم واقيلا وصلنا 900، بعدا كنمشيو 300%. تحيه للجميع المشاركين والمشاركات، وتحيه لكم ان شاء الله وجميع الاطر الاخوان اللي في موقع طنجاوي. بقد ما كنشوف هذه الاجواء الجميله وهذا التنظيم الرائع بهذه البساطه ديالو، بقد ما كتحز في قلبي كيف هاد الطاقة الخامة اللي كنشوفوها قدامنا، وهو مشروع اللي ممكن نخرجوا منه ليزاتليت ولا ابطال كبار يضيع ولا يمشي ولا حتى شي واحد ما يجي ويهتم به ويشوف فيه. فحقيقة عندي قد ما هو فرحة بقد ما هو تحسر داخل على هاد الشباب اللي كنشوفوا تبارك الله عنده إمكانيات وعنده طاقة هائلة. فنتمنى من الله عز وجل أن اولا هذه المبادره بحال هذه تستمر وتستمر لملا اعوام طويله، وكنشكر الاخوه المقيمين عليها واللي كيسهروا عليها، اللي في الحقيقه عملوا واحد العمل جبار جبار جدا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.